مساء الخير، مساء النور، مساء الورد، مساء الصحة والجمال. أهلا مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج أحلى الناس. أحلى الناس لكل الناس، كل واحد عنده حلم، كل واحد عنده موهبة بيسعى أنه يحققها. فرصتك أنك تكون موجود معنا هنا وتحقق حلمك وموهبتك، وجودك هنا وتعرض موهبتك وحلمك وشغلك. حلقتي النهاردة مختلفة شوية. حلقتي النهاردة بتحكي عن الظلم. الظلم مش بين الآباء والأبناء، ومش بين الأخوات، ومش بين الأصدقاء، هو بين الرجل والمرأة. لما الدنيا كلها بتقفل ببانها بين اتنين عايشين تحت سقف واحد، ساعتها بيقع الظلم الأكبر على الست. ولكن حق المظلوم عند ربنا، فوق راجع تحت راجع، هو راجع راجع قدام عينك وقدام عينه. كلنا بنتمنى ان احنا ما نكونش مظلومين، بس دايما الظلم بيقع على الست، بيقع في حالات الطلاق وفي حالات ما قبل الطلاق. حقك كده كده يا مظلوم راجع، وما تنساش يا ظالم ان في جنة وفي نار. يوم حقك هيرجع لما نقف مع بعض فوق عند ربنا، واحنا كتفنا في كتف بعض، يوم مشهد عظيم. معايا النهاردة ضيفة جميلة، ضيفتي مستشارة التحكيم الدولي ومحامية ومختصة بالأحوال الشخصية والقانون الجنائي، الأستاذة منال المحلاوي. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أستاذة منال، بيجي لي حالات كتير جدا ما قبل الطلاق وما بعد الطلاق. اللي بيبقى موجود قبل الطلاق ان في ستات كتير جدا بتبقى منفصله، تمام، بس ما بتطلقش، جوزها بيسيبها بالتلات اربع سنين، ما بيسالش عنها ولا عن اولادها، وطبعا ما بيصرفش عليها. حالات تانية، واحد بيبقى متجوز واحده ومهملها وعايش معاها في نفس البلد، وللاسف بيتجوز واحده تانية عليها. طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف ما هو الفرق بين الطلاق والخلع والاثار المترتبه عليه. اهلا بحضرتك. اولا يعني احب اوجه كلمه بسيطه جدا لكل ام عندها بنوته مقبله على الزواج. قبل ما نبدا نتكلم في الطلاق والخلع، قبل ما نوصل للمرحله دي من الحياه، يعني اقول لكل ام، لان انا كمان عندي بنوته وانا من دلوقتي بنشئها وبعودها ان هي تعرف يعني ايه زوج، يعني ايه بيت، يعني ايه اسره، يعني ايه كيان اسره. انت داخله شايله مسؤوليه كبيره جدا. الزواج ما هوش رحله انت طالعاها وفسحه هترجعي منها بعد شهر او شهرين. خلاص انت انقطعت علاقتك ببيت والدتك، وانقطع علاقتك ببيت اهلك. انت هم ليهم عندك البر، وبعد كده الام بقى هي اللي بتنشئ قصه وكيان تاني خالص. لو ما كانتش والدتك احسنت تربيتك وكملت معاكي المشوار، ما كنتيش وصلت لدرجه انك انت تشيلي مسؤوليه بيت. فلكل ام ارجوكوا ارجوكوا ارجوكوا، احنا بنشوف في المحاكم شيء محزن وشيء مخزي. ارجوكوا علموا بناتكم ازاي تحترم زوجها. لسه يا جماعه في فرق بين الراجل وبين الست. خرجنا للعمل تمام، خرجنا الحياه العمليه تمام، اشتغلنا تمام، هم يشكروا ان هم مقسمين الوقت ما بين شغله، وبيرجع احيانا ما يلاقيكيش، فهو يشكر ان هو متحمل حاجه زي دي. بس فدي حاجة. طيب احنا عملنا كل ده وانا عرفت حقوقي كويس وحافظت على البيت، لكن قدر الله ولجأنا للقضاء. مكان ما بقتش الموضوع صعب زي زمان، ما بقتش الموضوع في استحالة انك انت تفضلي متعلقة بنفس اللفظ المتاح، يعني لا، في دلوقتي حاجة اسمها الخلع. لما المشرع شرع الخلع، ده طبعا الخلع مرجوع من الاساس، طبعا الناس كلها اكيد عارفه وحضرتك اكيد، مقوله الرسول صلى الله عليه وسلم ويرد اليه حديقته. من هنا يعني مرجوعه شرعي، من هنا جبنا الفرق او عرفنا كلمه قانون الخلع. الفرق بين الخلع وبين الطلاق ان في الاثنين الزوجه ما بتتنازلش فيهم عن قائمه المنقولات الزوجيه، هي بتحتفظ بقائمه المنقولات الزوجيه سواء رفعت خلع او رفعت طلاق. لكن الفرق بين الطلاق وبين الخلع، الطلاق الحكم فيه مش نهائي لان فيه استئناف 40 يوم من تاريخ الحكم، اما الخلع فده حكم نهائي بات ما فيهوش استئناف. في الطلاق ما بتتنازلش عن عده حقوق شرعيه، منها العده والمتعه ومؤخر الصداء، اما في الخلع هي بمجرد ما بترفع صحيفه الخلع هي كده بتتنازل عن حقوق شرعيه اللي هي العده والمتعه ومؤخر الصداء. كل ما هنالك او الفرق بين الاثنين، احيانا يكون صفه الاستعجال، هي مستعجله فبالتالي بترفع خلع بتتنازل عن حقوقها الشرعيه، فده بينجز معاها بعض الشيء باعتبار انه حكم نهائي ما فيهوش استئناف. ده باختصار الفرق بين الطلاق وبين الخلع.
سواء كانت الطلاق حكم نهائي او الخلع حكم خلاص خدت الحكم فيه وبقى نهائي، طبعا لو ربنا سبحانه وتعالى اصلح الحال بينهم تاني خلاص بمؤخر جديد او بمقدم جديد وبعقد جديد، وده لو ربنا عاوز يعني حابب يكمل الحياة بينهم تاني. تمام. هسألك سؤال، امتى الزوجة يعني تتنازل عن كل حاجة تمام وتبري نفسها من كل حاجة؟ دلوقتي مثلا انا عايزة اعمل قضية خلع، تمام، بتنازل عن ايه بالظبط عشان ابقى عارفة حقوقي ايه وحقوقه ايه؟ من طبعا بعد ربنا، عشان برضو لو ابقى ظلمته ولا هو ظلمني، ايه هي بتتنازل عن ايه بالظبط؟ والله هو لو في بينهم اتفاق، يعني اللي هم وصلوا ان هم ينهوا حياتهم الزوجيه او ينفصلوا بالاتفاق، بيروحوا عند المأذون وبيبقى في حاجه اسمها طلاق على الابراء. وطلاق على الابراء ده باين بينونه كبرى، لانه طبعا هي بالطلاق على الابراء ده بتتنازل عن كافه حقوقها الشرعيه اللي هي المتعه والعده ومؤخر الصداق. طب لو هي رفعت دعوى خلع هي برضو بتتنازل عن نفس الحقوق دي. طب بالنسبة لقايمة المنقولات، لأن أنا بيجيلي تساؤلات كتير جدا عن قايمة المنقولات، لأ قايمة المنقولات ملهاش خالص علاقة بسواء رفعت خلع سواء رفعت طلاق. طب اتفقوا وهيطلقوا ودي عند مأذون، دي بقى بترجع للاتفاق بينهم وبين بعض، احنا هنكمل هناخد قايمة المنقولات، هنتنازل، هناخد بعض جزء منها أو جزء ده بالاتفاق بينهم وبين بعض. تمام. ايه بقى المشاكل اللي بتواجه الزوجة في تنفيذ أحكام النفقة؟ تمام. انا علشان اتحصل على حكم نفقه طبعا بعد الاجراءات المعتاده، ان هي لازم يبقى بمجرد اولا ما خدت الصيغه التنفيذيه لحكم النفقه، وده انا باخده بنفذ بالحكم الجزئي، يعني انا كزوجه ما بستناش لما الاستئناف يخلص عشان انفذ حكم النفقه، بمجرد ما تحصلت على الحكم واخدت الصيغه التنفيذيه بقدر انفذ حكم النفقه. تنفيذ حكم النفقه له ثلاث ابواب، اما عن طريق المحضرين او عن طريق بنك ناصر أو عن طريق دعوة متجمد نفقة. دعوة متجمد النفقة وبنك ناصر الاتنين بيشترطوا أن يكون الحكم نهائي، يعني خلاص وصلنا مرحلة الاستئناف وخدنا حكم وأصبح الحكم أما عدل بالزيادة أو عدل بالنقصان. أما التنفيذ عن طريق المحضرين عادي جدا، بمجرد ما هتاخدي الصيغة التنفيذية من الحكم تبدأي تجمعي الشهور اللي هي يعني تقاضت فيها بمجرد ما عملت التسوية، وبعد كده بتنفذ عن طريق المحضرين. فهم دول ثلاث جهات او ثلاث ابواب تقدر تنفذ فيهم حكم بيهم حكم النفقه. وان كان فيهم يعني طريق المحضرين بيبقى في بعض الشيء تطويل، في بعض المعوقات هتقابلها، لو كان الحكم اكتر من 500 جنيه مش هتقدر تنفذ عن طريق بنك ناصر، لان بنك ناصر هو بيسدد النفقه وبعد كده بيرجع على الزوج، لكن هو مقيد ب 500 جنيه ما بيديش. طب ليه ما ينفعش يدفع اكتر من 500 جنيه؟ والله هي في البدايه لما بتيجي ترفعي قضيه النفقه اساسا المفترض النفقات بالعموم حسب يسر او عسر حاله الزوج. طب اذا كان الزوج متيسر مثلا وما شاء الله رجل اعمال ومسافر بره والدنيا جميله معاه، ليه طب يعني بنك ناصر ما بيكتبش اكتر من كده؟ انت حره ما تنفذيش عن طريق بنك ناصر، تقدري تلجئي لطريق المحكمه، عن طريق متجمد، تستني لما الاستئناف يخلص بعد كده تجمعي الشهور دي كلها وتنفذي عن طريق دعوه متجمد. طب سؤال بقى خارج عن الحلقه تماما، طب لو كان الزوج بقى مسافر بلاد بره وسايب الدنيا هنا تضرب تقلب، ومتجوز بره تمام، وسايب مراته هنا بعيالها تمام. وما بيصرفش عليها، وبنك ناصر طبعا ما بيصرفش اكتر من 500 جنيه تمام، وهو مش مطلقها تمام، وهي رفعت عليه قضيه طلاق مره واثنين وثلاثه، في الاخر رفعت خلع والمحاكم مطوله معاها بقالها 5 سنين في الحوار ده، تمام، تعمل ايه؟ هي لو رفعت قضيه خلع كان زمانها خلصتها من بدري، يعني لو هي رفعت قضيه خلع كان زمانها تحصلت على حكم الخلع، لا ما تقعدش 5 سنين خالص، كان زمانها اخذت حكم خلع من بدري. اما بالنسبه لتنفيذ النفقات زي ما قلت لحضرتك، هي مش معاها مبلغ، معاها حكم مبلغ كبير، مش هتستنى بنك ناصر، تنفذ على اي مال ظاهر ليه، له بيت له فيلا له عرب، اي مال ظاهر ليه بتنفذ. يعني تقدر تصدر الحكم مثلا على حد من اهله؟ بالظبط كده، هي دلوقتي يعني اقدر اجيب مثلا والدته او اخوه او حد من اهله اسجنه مثلا؟ لا، الاول هو حاجته هو الشخصيه، لان احكام النفقات ما بتسقطش ولا بتنقضي. احكام النفقات يعني سي مثلا لو انت خدتي حكم متجمد شهر مثلا، اما السداد او الشهر تمام، حتى لو ادى الشهر ده بترجع تنفذ بنفس المده تاني، لان احكام النفقات ما بتسقطش تمام. فهو الاول تشوف المال الظاهر ليه تقدر تنفذ وتاخد تتحصل على احكام النفقات الخاصه بيها وباولادها.
تمام. لا الموضوع دلوقتي بقى مختلف، يعني احنا كنا زمان كنا نشوف ان فعلا في ظلم واقع كبير جدا على الزوجه. لا انا بشوف من خلال بقى من خلال ممارستي للعمل ومن خلال ممارستي للقضايا، لا الموضوع بقى مختلف تماما، هي تقدر تتحصل على حقوقها بشتى الطرق. تمام ماشي. برضو هنا في سؤال جالي بيقول لي امتى تعتبر الزوجه ناشز وكيفيه الخلاص من لقب ناشز ده؟ تمام. ليه اللقب ده وامتى تتخلص منه؟ تمام. اولا كلمه ناشز دي ما بتجيش من يعني ما بتجيش من فراغ او ما بتجيش اجراء وقتي او لا. كلمه ناشز دي لها مراحل كبيره جدا. اولا الزوجه تركت مسكن الزوجيه لاي سبب ما. بيبدا الزوج يعمل لها انذار طاعه. لها انها تعترض خلال 30 يوم على انذار الطاعه ده. تمام. اعترضت خلال 30 يوم بتبدا المحكمه تحقق فيه الاعتراض بتاعها، تحيل الدعوه للتحقيق، بتسمع فيها شهود من قبل الزوج وشهود من قبل الزوجه، والمحكمه هي واقتناعها، لان في الاول وفي الاخر المحكمه حره في قرارها. اقتنعت المحكمه ان خروج الزوجه من منزل الزوجيه ما كانش برضاها وما كانش وكان برغبه من الزوج وبغير رضا من الزوجه، خلاص بتديها هي الحق لو كان بغير رضاها، بتدي عدم اعتداد بانذار الطاعه. طيب المحكمه اقتنعت ان هي اللي سايبه مسكن الزوجيه وخارجه بكامل طاعتها او بكامل مقدرتها، المحكمه هنا بتدي اعتداد بانذار الطاعه. طيب تحصل الزوجه على حكم بالاعتداد واصبحت الزوجه هنا خارجه عن طاعه الزوج. تمام. في الحاله دي هو بيقدر يرفع دعوى نشوز. يرفع دعوى نشوز. ايه النشوز ده بقى؟ النشوز ده مش زي ما احنا سمعنا ولا كنا متعودين زمان او كنا بنسمع انه الطاعه بتتنفذ عن طريق بقى اوضه وحصيره وقوله، لا مفيش الكلام ده. الطاعه او النشوز هنا هو العدول او البقاء، لانه تحت يعني مش هنقول بقى مظله الزوج، تحت طاعه الزوج. خلاص. طيب لو هي بقى ما اعترضتش او لو هي من البدايه عدها ال 30 يوم وما اعترضتش، بتبقى ناشز. ناشز يعني ايه؟ يعني تسقط حقوقها الشرعيه، هي دي معنى كلمه ناشز. يعني لا ليها عند الزوج ده عده ولا متعه ولا مؤخر صداقه، بتسقط كافه حقوقها الشرعيه. هو تحصل او يقدر يتحصل ازاي على حكم النشوز ده؟ يقدر بمنتهى البساطه يجيب شهاده ان هي لم يتم الاعتراض على انذار الطاعه في خلال مده ال 30 يوم، وبعد كده بيرفع دعوى نشوز. اخذ حكم النشوز بينفذه؟ لا، فيها من حقها انها تستأنف لو تعمد اعلانها في غير محل اقامتها. طب انا هقطعك برضو. فضل. هنا بيقولوا ان الناشز ما ينفعش تتجوز غير بعد حوالي 6 سنين حاجه زي كده. لا ما فيش الكلام ده، ما فيش الكلام ده. انا قلت لحضرتك ان النشوز هنا اصل هي، هرجع تاني وبقول لحضرتك، لو هي اتلقت في الامور لغط بترفع دعوى خلع، تخلص الاول من نفسها بنفسها. ما هي اصل انت ناشز يعني بتسقط حقوق الشرعي. تمام. طب ما هي نفس الحكايه، لو انا عملت خلع ما انا برضو هتنازل عن كافه حقوق الشرعيه، يبقى انا كده تمام. دلوقتي قضيه الخلع لو انا رفعتها الاول تمام وكسبتها تمام، بعد قضيه الخلع دي اقدر استلم المنقولات بتاعتي ولا استلمها قبل الخلع؟ براحتك، قبل او بعد المنقولات الزوجيه على حسب بقى شطاره المحامي صح ولا لا؟ مش حكايه لا، التنفيذ التنفيذ. انت سي بتاخدي حكم وبعد كده، اصل التبديد المنقولات دي جنحه، بتخضع بقى لاحكام القانون الجنائي الاول. لا يعني لو هو صدر حكم غيابي لابد ان هو يتم التنفيذ عليه عشان يعمل معارضه، وبعدين لو ما جاش في المعارضه يتم التنفيذ عليه عشان يعمل استئناف، لو ما حضرش في الاستئناف يتم التنفيذ عليه عشان يعمل معارضه استئنافيه. وفي الحاله دي حاجه من الاثنين، ينفذ الحكم بتاعه وبعد كده اقاضي بقائمه المنقولات مدني باعتبار انها دين، او ان هو يعرض المنقولات الزوجيه. تمام. طب امتى بقى يعتبر الزوج مرتكب جريمه تبديد المنقولات؟ لو الزوج زي ما قلت لحضرتك من قبل شوية، لو تم تحرير محضر سواء كانت جنحة مباشرة أو غير مباشرة من الزوجة، ما قدمش المنقولات، ما حضرش المحكمة وقال أنا مستعدة لتقديم المنقولات الزوجية، هو هنا مرتكب بمجرد صدور حكم جنائي ضد الزوج، هو هنا مرتكب جريمة تبديد المنقولات الزوجية. تمام. بعد كده بقى هو بيقدر يتبرأ من الذنب ده ان هو يعرض المنقولات الزوجيه، او يحصل فيه مشاورات او اتفاق بين الزوجه او بين اهليتها يعني. تمام. بصي هنبعد شويه بقى عن موضوع النفقه والاحوال الشخصيه، وهنتكلم شويه عن المخدرات وعن جرائم النت والحاجات اللي بتحصل اليومين دول. تمام. يعني مثلا في جرائم نت وفي ضوابط عليها وفي عقوبه عليها، ممكن تكلمينا عنها شويه؟ بالنسبه لجرائم النت كانت الاول الموضوع كان شبه يعني شبه بدون رقابه، كان اي حد يقدر يشهر بحد عن طريق النت
او يستغل نفوذه او يستغل صلته بحد او كاصدقاء او الى اخره. فعلى طول النت ما كانش فيه ليه رقابه. دلوقتي اتعمل في كل قسم شرطه قسم خاص او جزء خاص او علاقات معينه خاصه بجرائم النت. في كل قسم شرطه دلوقتي انت مثلا جه لحضرتك تهديد عن طريق النت عن طريق الفون، بتبداي تسجلي الرساله دي او بتحفظي الرقم ده وبتقومي بالابلاغ. هم بقى بدورهم بيتتبعوا الرقم ده، بيعملوا اجراءات ممتازه جدا. دي حصلت معانا في الشغل بقى في الحياه العمليه، ما كناش بنلاقي ده الاول. يعني الاول ما طب هنعمل ايه؟ لكن لما جت تعليمات وبقى في كل قسم شرطه قسم خاص بجرائم النت، بدات الموضوع يبقى فيه شويه تحجيم يعني. تمام. اما بالنسبه للمخدرات، احنا دايما بنقول ان القضاء الجنائي هو في الاصل قضاء وجداني، وده بناء على ما قررت ماده 302 اجراءات جنائيه. يعني ايه قضاء وجداني؟ يعني القاضي اللي قاعد قدام حضرتك ده لو اقتنع ان انت بريئه، هو مش مقيد، مش هيأذي شيء انه يديلك براءه او يدي للمتهم براءه. تمام. فهي الموضوع في الاول وفي الاخر الدفوع اللي بيقوم بها المحامي اثناء نظر الدعوه واقتناع عداله المحكمه عما اذا كان هذا المتهم بريء او مدان، وبناء عليه بيصدر الحكم. تمام. اخر سؤال معايا بقى وانا للاسف نسيته ولازم اقوله لك عشان ده سؤال مهم جدا. امتى بقى الزوجه يعني تتخذ قرار اذا الزوج تزوج عليها من اخرى بدون علمها؟ تمام. ازاي بقى هي تعمل ايه؟ هقول لك تعمل ايه. لو انا منها بقى هولع فيه. لا وانا ليه نولع فيه ليه؟ اذا لو كانت بتحب ولا ما بتحبوش في داهيه. لا بس هقول، ما هو ده بقى اللي هيخليني ارجع لحضرتك في النقطه اللي انا اتكلمت فيها من الاول خالص. انه لازم انا علشان ابدا الحياه دي، او لازم انا علشان يبقى عندي طاقه لتحمل الحياه الزوجيه ومشاكل الحياه الزوجيه. يعني معلش البنات كلها حاطه في دماغها ان انا هتجوز هيبقى حسين فهمي وهي ليلى علو. لا، ما الموضوع خالص مختلف. يعني ما مش زي ما انتم بتشوفوا التلفزيون. يعني الحياه الزوجيه جميله وكل حاجه، وبتعيشي حياتك وبتستمتعي بيها. ما هو كمان من حقه تعب وشقي وعمل شقه وعمل بيت، كمان من حقه ان هو يستمتع بحياته، وكمان من حقه ان هو يرجع البيت يلاقي فيه زوجه جميله ومنتظراه، وده شيء طبيعي. فلو كل حد فيهم عرف حقوق التاني او عرف حقوقه وواجباته تجاه الطرف الاخر، هتستقيم الحياه وهتمشي. لكن انا بتفاجئ للاسف الشديد انه بعد اسبوع او اسبوعين انا عايزه اروح عند ماما، وتحصل مشكله كبيره جدا ان هو لا مش عايز يوديها عند ماما. بس برضو في ازواج تمام مهملين جدا. تمام. وبيفكروش غير في نفسهم. انا معاكي. النقطه الثانيه في بقى اللي هم ابناء الامهات. تمام. يعني بمعنى صاحب البلدي كده ابن امه. تمام. بيشرب بشريط ماما وبابا واخواته. تمام. فدي بتخرب على الزوجه. أكيد. دي حاجه بالذات لو كانت الزوجه متحمله جدا وبنت ناس ومحترمه، ما بتقدرش تتحمل تمام ان واحد يكون متسلط لاهله، صليت لاهله، ودنه مع اهله، فده غلط يا دكتوره. تمام. فدايما الظلم بيقع على الست على فكره. تمام. اذا كانت الست متحمله طول الوقت فبيجي لها وقت معين خلاص مفيش طاقه، ما بقاش قادر تتحمل. تمام. فالطبيعي ان الست تتظلم. عشان كده انا بدايه الحلقه كنت بقول الظلم الاكبر على الست مش على الراجل. الراجل معلوش ظلم. تمام. الراجل عمري في حياتي ما شفته مظلوم. بالعكس دايما بحس الست هي المظلومه في مجتمعنا. دايما هي اللي بتبقى مش جايه على الزوج شويه يعني. المفروض لا مش جايه على الزوج، المفروض احنا الستات يبقى الراجل انا راجل. يبقى انا متحمل المسؤوليه من كل حاجه. تمام. انا واخد واحده من بيت اهلها، يبقى مسؤول عنها، مش مسؤول عنها في اكلها وشربها ولبسها، مسؤول عن ان انا كمان اخليها زي بنتي، اتحمل مسؤوليتها ان انا اعملها كطفله. طب والزوج؟ طب ما هو الزوج بالظبط كده. لو انا الزوجه دلوقتي، لو هو قصدي لو هو لقاها كده معاه، لو هو عاملها كبنته كطفلته كاخته. تمام. كاخته بيرقى ربنا فيها وبيتقلى فيها، هو كمان هيلاقي نفس المقابل منها. تمام. ما انا مش معقول ابقى مثلا بعامل ابني ولا بنتي وحش وهو يعاملني حلو. لا هيعمل، لا لو انا بعامل بنتي حلو هتعاملني حلو، انا بعامل ابني وحش هيعاملني وحش. أكيد. لازم لكل فعل رد فعل. تمام. فدايما عشان كده بقول لك الظلم على الستات اكتر. مش معنى كده ان انا متحيزه للستات لا بالعكس والله، في رجاله جدع جدا. انا بشوف رجاله تقدر تجيب حق مراتها. تمام. ممكن يبقى اخته بتتخانق مع مراته ويمسك اخته يطردها بره بيته عشان خاطر مراته. هو مش صح، بس في نفس الوقت انا بوصل مراتي لان مراتي اللي بقالي مش اختي. تمام. فانا بقى عايزاكي تكلمينا شويه بقى كده عن انا مش معاكي في النقطه دي على فكره خالص. لا انا مش معاكي في نقطه ان مراتي،
شوفي انا هقول لك على حاجه، هو الاصل في الامور ان انا اكون منحازه للزوجه، تمام؟ منحازه للزوجه لو انا قاعده بقى جايبه كتاب كده وقاعده اقرا فيه، لكن انا ايدي في الموضوع. طيب. انا يعني قضايا الاحوال الشخصيه، يعني كل ما بحاول ابعد. انا بحس احيان بالظلم شديد جدا للزوج، واحيان بحس بظلم شديد جدا جدا للزوجه. طيب. كل ما احاول ابعد واشغل نفسي في قضايا الجنايات او لا، الاقي رجلي تيجي تاني في الموضوع. يعني حد يبقى عزيز عليا قوي، صديقتي او هتسيبيني لوحدي؟ لا مش لا. طب خلاص. طب انا عايز اسالك سؤال. اتفضلي. اكتر ما بيجي لك القاضي في قضايا الطلاق، الراجل ولا الست؟ لا الستات طبعا. شفتي بقى ان الستات غلابه؟ لا، ودايما كلمتها انا جيت لست عشان تحس بيا، انا جيت لمحاميه ست علشان تحس بيا. ماشي، وانا حاسه بيها والله. لا. طب انا عايزه اقول لحضرتك والله، وانا لا ابالغ في هذا، ان انا مرات كتيره جدا انهي النزاع صلح، واقول يعني ايه قصه، مش قصه انه تراكم قضايا عندي في المكتب، بالذات لما بسال في اولاد، وانا صادقه واللي بيسمعوني عارفين كويس جدا ان انا بعمل ده، في اولاد او في اولاد ببدا اتصل انا واتحمل بقى نرفزه ده شويه ونرفزه ده شويه، وخصص لهم يوم انا مش في المكتب فيه علشان افضي نفسي واقعد اسمع، وفي الاخر خالص ربنا سبحانه وتعالى بيصلح الحال. انا دايما بقول الباب يعني نظريه الباب المغلق، بمعنى طول ما انتوا قافلين بابكم على نفسكم كزوج وزوجه، حتى وانتوا لسه بتبداوا حياتكم الزوجيه، مهما كان حجم المشكله بينكم هيتحل. اكيد طبعا. مهما كانت حجم المشكله والله هيتحل. بس لما تكون بينهم وبين بعض. الله ينور عليكي. شيء طبيعي جدا، انت عند اهلك حاجه غاليه جدا، هم تعبوا وربوا وعلموا وكبروا، فلو حد بس قال لك ايه، بس بمجرد ايه دي، لا ايه ده، ازاي انت مش عارف دي مين ومدفوع فيها ايه، كل الحاجات دي كلها احنا قاريينها، وكذا الامر بالنسبه للزوج. ايه ده، انا مدخله مش عارف جامعه ايه وعلمته وربيته، وانت تيجي فجاه كده تزعقي له ولا تقولوا له خش المطبخ ساعدني وشطب لي الحوض؟ لا طبعا. لو ده بينكم وبين بعض وبابكم مقفول عليكم، على فكره كل ده هيتم، كل ده هيتحل، وبرضا منه وبرضا منها. فاهماني ازاي؟ طب بابنا بقى اتفتح، طب اتوارب بس شويه كده، دخلت مامته ودخلت مامتك، دخلت اخته ودخلت اختها، خلاص باظ الموضوع على كده. نقفل بابنا يا جماعه، ونعمل نوع من السريه في حياتنا، هتبقى يعني هتكملوا وهتطلعوا اولادكم تبقوا انتوا قدوه ليهم. وربنا سبحانه وتعالى يهدي الحال لكل الناس يا رب. يا رب. اللهم امين يا رب. وما نتمناش ابدا ان اي حد تاني يطلقه، الا اذا كانت قفل ما بينهم الباب، او خلاص اتقفلت كل البيبان بمعنى اصح زي ما بيقولوا. تمام. استاذه منال، احنا بنشكرك جدا وبشكر وجودك معايا النهارده. انا بجد كنت مستنيه يعني لقائي معاكي بقالي فتره كبيره جدا، وكان نفسي ابدا بيكي الموسم الثاني، بس الحمد لله كل تاخيره وفاها خيره. انا سعيده جدا بوجودك معايا النهارده ومتشكره ليكي جدا. الله يخليكي. انتظرونا بعد الفاصل مع أخصائية الشعر أستاذة جازمين غنيمة.